خلينا نبدا مع زميلتنا الصحفيه فايزه ناصر، اهلا وسهلا بك مره اخرى. وهل من تعليق حول التطور الخطير والخطر فيما يتعلق بالمساس بالحريه الصحفيه والاعلاميه في المده الاخيره؟ شفتي ما تعرضت له قناه زيتونه وصحفيها، انا على وجه الخصوص من تجديد التتبع، تم احاله قضايا اولى ومدعو للقضاء نهار 21 مايو لقضاء التحقيق، يعني التحقيق نهار 21 مايو كذلك. وشفنا يوم السبت على قدر الحد ان زوز اللي هما اعلاميين برهان بسيس وزغيدي، واليوم احتفظوا بهم 48 ساعة وجددوا الاحتفاظ بهم 48 ساعة اخرى. ونذكر كذلك مش بعيد عنا اللي عندنا زميلة صحفية لا تزال سجينة شهد الحاج مبارك، ان شاء الله نهار 14 هو الجلسة التعقيبيه الاستئنافيه، ان شاء الله ربي يفرج الكرب استئناف تاعها. وكذلك عندنا سجين اخر اللي هو محمد بوغلب. هل من تعليق حول هذا التطور الخطير استاذه فايزه؟ نعم حسين، خلينا ساعه نتفق مبدئيا انه تم تراجع كبير في اوضاع الحقوق والحريات وانتكاسه لمستويات خطيره عرفت البلاد، واجراءات منع جماعي من الطفر، إخضاع شخصيات القامات الجبرية، إحالة نواب وإعلاميين على القضاء والقضاء العسكري وفتحة الإرهاب، شيطنة كل مخالف للرأي، وضع المعارضة وضع سيء جدا، ووصفهم بأوصاف معناها خطيرة من نوع الخيانة، من نوع التآمر، من نوع حتى الخلايا السرطانية اللي المفروض معناها يتم اجتثاثهم كما اجتث الورم السرطاني، وضع مزعج جدا وغير مطمئن تعيشه حريه الصحافه في تونس، انتهاكات جسديه، عقوبات سجنيه قاعدين نشوفوا فيها، محاكمات عسكريه للصحفيين، اعتماد النصوص اللي عندها طابع تجريمي وطابع جزائي، زيد على ذلك طبعا مطب او كما نقولوا بين ظفرين من داخل تاع الفصل 54. تونس اليوم تحتل المرتبة 118 عالميا من جملة 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، يعني تراجعت تقريبا ب 45 نقطة خسرتها لصالح زوج دول الأخرين اللي هما موريتانيا اللي هي في المرتبة 33 وقطر اللي في المرتبة 84 عالميا. لكن اللي صار الكل اللي كنا نقولوا فيه الكل ونعدوا فيه الكل توا يلزمنا نفهموا أنه ما صارش اليوم. زميل زغيدي وبرهان بسيس مش أول صحفيين يتم معناها إيقافهم وعرضهم على القضاء بتهمة تعبير أو إبداء رأي أو معناها تدوينة أو معناها كلمة قالت أو موقف عبروا عليه. يلزمنا نتذكر مليح أنه هذا الكل بدا مع غلق قناة الجزيرة، مع وقف بث قناة الزيتونة، مع إيقاف صحفي عامر عياد، نفس الشيء ونفس الوضعية بالنسبة للمحاماة شرف محاماة ما شفتوش انتهك اليوم باقتياد سونيا التهماني من وسط زملائها وباقتحام دار المحامي. شرف المحاماة انتهك أعتقد وقت اللي تم اختطاف نور الدين البحيري في فترة أولى في مرة أولى، ثم وقع إيقافه مرة أخرى وجره من بيتي ومن بيته إلى معناها مقر إيقافه وكتفه مكسور بسبب جره بسبب المعاملة العنيفة اللي تم إيقافه بها، وهو الرجل السبعيني اللي تقريبا قضى أكثر من ثلثي عمره في قطاع المحاماة والمحامين الكل يعرفوه. انتهكت وقت لزوج غازي الشواشي ورضا بالحاج بالسجن بتهمه لحد الان ما وقعش اثباتها، وفات اكثر من 14 شهر لحد اليوم وما شفنا حد شيء ولم يتم اثبات اي تهمه، بل بالعكس معناها وقع معناها تجاوز السقف المسموح فيه قانونيا اللي هو ال 14 شهر، واليوم زوج محامين ما زالوا في السجن. دونك يلزمنا نفهموا انه الانتهاكات هذه لم تحدث اليوم ولا الامس، الانتهاكات هذه صارت منذ يوم الاول الانقلاب على المسار، وقت تقرر انه يلقى بمسار كامل وبكل المنجز الديمقراطي اللي صار بعد ثوره 17/14
منذ اتخذ القرار بنسف هذا المسار الكامل والانتكاس به نحو مسار استبدادي. نعم. وما يرى ذلك من تكميم أفواه طبيعي، تضييق على الحريات، تنكيل بالمعارضين، مصادر ضرب الحقوق، هذا كله طبيعي جدا. إذن تطور خطر وخطير ولكنه يتنزل في مساق طبيعي، بدأته بغلق الجزيرة، غلق قناة الزيتون لتصفيد وتشميع مقراتها وملاحقة صحفيها، والأخطر ذلك كما تعرفوا زميلانا لأول مرة في تاريخ تونس صلاح عطية وقبله عامر عياد السحفيان دلف السجن بأمر القضاء العسكري، وربما كما تقولين هذا تطور طبيعي.